شاء الله. ما اسمه هذا الكتاب؟ المنهاج. ما شاء الله. منهاج النبوة؟ نعم. أحسنت ما شاء الله. كم حديثا حفظت؟ أنا؟ نعم. إلى حد الآن 47. ما شاء الله. 47. هل حفظت قبل هذا الكتاب كتابا آخر؟ أنا قرأت كتابا واحدا في 20 ساعات. ما اسم هذا الكتاب الذي قرأته في 20 ساعات يا ولدي؟ له كتاب أصغر من هذا. أصغر؟ وهذا أكبر؟ نعم. لكن ما هو الكتاب الصغير؟ ما اسم ذلك الكتاب؟ لديه 100 صفحة. اسم. كم حديث في ذاك 100 صفحة؟ كم حديث؟ كم حديث؟ نعم. هذا حديث عن قصص الرسول صلى الله عليه وسلم. في أحاديث أم كلام نثري؟ ماذا؟ الكتاب الذي قرأته دون 100 صفحة. الكتاب أحاديث كهذا الكتاب أم كلام نثر وشعر وأدب يا ولد؟ ماذا يتكلم بكلمات غريبة؟ قل له كلمني كلام أنا أفهمه. ماذا تتكلم يا شيخ؟ قل له ماذا؟ قل للشيخ كم عمرك؟ قل له قريباً 8 وأنا كل هذا الأحداث. ما شاء الله. منذ 8 سنوات ما تحفظ. كم أخذت الوقت في قراءة هذا الكتاب؟ هل قرأته قبل أن تحفظه؟ كاملاً؟ نعم كاملاً. لا لم أقرأه كاملاً أبداً. لماذا؟ هل هو أصعب من الكتاب السابق؟ أم السابق أصعب من هذا التالي؟ قل لا تخف للشيخ أحمد. أجبني ولا تخف ولا تخشى شيئا. لا هذا الكتاب أصعب. أصعب؟ مؤلفه أحمد. قل للشيخ أحمد لا تصعب الكتاب، سهله للأطفال. منذ متى وأنت تحفظ في هذه الأحاديث الجميلة الصغيرة القصيرة؟ منذ قل يوم أحد أو يوم الاثنين في مثل قبل شهرين أو 3. ما شاء الله. في كل يوم كم حديثا تحفظ؟ كم حديث أحفظ أنا؟ نعم يعني ماذا تعني؟ قل يعني قل لا أحفظ قل لا تلف ولا تدور. قل مباشرة هكذا. قل لا أحفظ نفس رقم الأحاديث الذي أحفظه كل يوم تقريبا. كم أخذت من الوقت حتى حفظت 48 حديث؟ لا 47. أنت دقيق ما شاء الله. يعني خلصت 47 ودخلت 48. كم يوم؟ كل يوم حديث واحد أم حديثان أم 3 أحاديث فعالة؟ أنا حفظت يوما 5 أحاديث. ما شاء الله. هذا أقصى رقم؟ قل ما معنى أقصى؟ أقصى؟ نعم مسجد الأقصى؟ لا انظر لشيخك يسألك أجبه. هل تنوي إنهاء هذا الكتاب كله حفظا؟ أنا؟ نعم أنت؟ نعم أنوي. ما شاء الله. تتوقع كم تأخذ من الوقت ومن الأيام والشهور والسنوات حتى تنتهي من هذه الصفحات؟ لا تضحك. قول لا تم شكل. أجب. سنة. كم عدد الأحاديث بهذا الكتاب؟ 158. أحسنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تختم هذا الكتاب قبل السنة، وإذا ختمته بإذن الله تعالى سأعطيك هدية عددا من الدراهم والدنانير يا ولد. وأيضا لدي شيء آخر. تريد دراهم أكثر؟ قل لا. هذه هي من الشيخ أحمد. ما شاء الله هدايا كثيرة. لا يعني يقول مو بس الهدية منك، كمان في هدية مني. ما شاء الله. ماذا تريد من الشيخ أحمد هدية؟
ما قال لك شيء هدية مني. ماذا تريد مني؟ يبغى فتح الباري. أنا تكلمت معه في هذا. نعم. ماذا أبدى لك الشيخ أحمد؟ قل. ماذا قال لي؟ نعم. ماذا تريد؟ أنا قلت أولاً. لا هو قال هو أم أنت؟ قل. أنا. أنت قلت أولاً؟ نعم. ماذا قلت؟ أنا قلت حقيبة يمكنها أن تحمل مثل 20 كتب. وما هو آلة حاسبية؟ آلة حاسب لأنه هو مهتم بالرياضيات جدا. ما شاء الله. تريد حقيبة فيها كتب؟ ماذا تريد مني؟ تريد كتبا أم دراهم والدنانير؟ حدد. أنا أريد فلوسا. فلوس. عندي كتب ممكن أعطيك أهديك 3 كتب من مصنفاتي. كتاب قصة العذراء والمسيح، وكتاب العلامة ابن باديس، وكتاب سبائك البخاري، أحاديث جميلة جدا. سبائك البخاري، مختصر صحيح البخاري، اختصرته كتابا كبيرا في مجلد صغير أصغر منك. هل تريد هذه الكتب الثلاثة؟ إنك تمام كل هذه الكتب. تمام، هاي كلمة تركية وليست عربية. تمام. هل تريد هذه الكتب الثلاثة؟ بمجرد أن تنتهي من حفظ هذا الكتاب سيعطيك إياها بإذن الله. وسأكتب على طرتها إهداء باسمك. قل له ما معنى طرتها؟ أنت ماذا تقول؟ كلمات صعبة. قل له كلمني كلاما مفهوما. ذكرتني بإسبستون. فكيف ضحكت على قد عرفت وانا كذا لا اتابع. انا لحقت على رسوم قديمه عدنان ولينا يوسف الحبيب حفظك الله. يوسف. يوسف ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك ويوفقه ويسدده ويحفظه ويحفظه على يديك واساتذه. هو مغربي؟ نعم. ما شاء الله. ولبناني؟ لا فارق معاه. لبناني وماذا ايضا؟ لا نريد بالانجليزي. هي تكلم معه بالانجليزي. قل له انت قل له بالانجليزيه من انت يا شيخ؟ انا اول مره اراك هنا. لماذا اتيت هنا وماذا تريد؟ Who are you? Yes. And why did you come here? ما شاء الله. لماذا تتكلم بلغات الفرنجة؟ منتخب العربية ويختبرك. لقد وقعت في الفخ. لقد وقعت في الفخ. قل انا الان لا احتاج الى هذا اللغة. اكلم رجلا عربيا. والبخاري وقع في فخ. اي فخ؟ اي فخ؟ عندما كان يوجد رجل في السفينة كان يريد ان يسرق 1000 دينار من البخاري. القى البخاري هذه 1000 دينار في البحر. هل تريد 1000 دينار أنت؟ أنا أفهم ماذا إلى ما تلمح. إذا 1000 دينار. لا ليس مليون دينار. فقط؟ لا بس 1000 فقط ها؟ أنا أقول 100. خلاص حفظك الله يا يوسف. الله يبارك فيك. وفقك ويسددك. خذ هذه الملزمة.